يا مساء الفل واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من إن بوكس. النهارده حلقه مختلفه جدا وكمان معايا اصحابي وحبايبي رحمه. ازيك يا رحومه؟ عامل ايه يا رؤى؟ مساء الفل عليكي. عامل ايه؟ ازيك يا عموره؟ اخر العنقود. ازيك يا فاروق؟ مين اخر العنقود؟ اللي هو بيبقى اخر واحد. هو المفروض اخر واحد في الولاد. انت اكبر مننا يا ابني. احنا يعني ما صغرش نفسك كده. انا اخر العنقود في البرنامج ده. احنا هنتخانق من الاول. يا مساء الفل. عامل ايه يا فاروق؟ عاملين ايه من اولها كده؟ والله العظيم هتوحشوني جدا فعلا. الحمد لله. ليه انت رايحه فين؟ انا النهارده رايحه تونس. هرجع لكم. انا قلت ايه اوحشكم شويه وانتوا توحشوني شويه، اروح بس كده بسرعه وارجع لكم تاني. النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه جدا جدا ويا رب تعجبكم. في اخر فقره معانا ضيفه مميزه جدا وصوت بصراحه مش عارفه اقول عليه ايه، الماز، صوت حنين واحساس عالي وخلينا نقول تكنيك عالي جدا جدا، بتول بني اللي شاركت في برنامج ذا فويس هتبقى معانا في اخر فقراتنا علشان تمتعنا بصوتها. والله انا متحمسه جدا للفقره دي يا سيدي. فقرتنا دلوقتي لسه اكيد طبعا شفنا على السوشيال ميديا قرار او التصريح اللي خرج من وزاره التربيه والتعليم من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، وقال انه مفيش كتب السنه دي ورقيه. بوم، ايقاف الكتب الورقيه. من زمان بقى كل يعني لو تفتكروا معرض الكتاب وغيره، الكتاب الورقي ولا الكتاب الالكتروني، في ناس بتحب الورقي وفي ناس بتحب الالكتروني، ناس تروح هنا وناس تروح هنا. مع التعليم بقى لما يبقى كده قدامك، ما قدامكش حل الكتروني بس. هل انتوا شايفين ان الالكتروني هو المستقبل ولا انتوا شايفين ان الورقي يبقى كلاسيك؟ ما سالكيش ليه. لا انا بالعكس انا هرد عليك جدا. انا كنت بنقول قبل الحلقه ان انا اصلا بشوف مسلسلات كتير جدا بتتكلم على التكنولوجي بعد سنين، وزي مسلسل بلاك ميرور، زي مسلسلات كتير جدا اتعملت، يعني ازاي بتتنبأ خلينا نقول ان بعد فتره زمنيه معينه هتبقى كل حياتنا تكنولوجي. يعني كل حاجه يعني هيبقى فيه روبوتس، هيبقى مش هيبقى فيه ورق، هيبقى كل الناس قدامها التابلتس. فانا شايفه ان احنا من حقنا ان احنا نعاصر ونواكب الحاجات الجديده يعني اللي احنا التكنولوجيا. بس طبعا الكتاب مهم جدا. وعلى فكره حتى الناس اللي بتمسك تابلت انا بشوف ان هي وبتبقى بتحب الكتاب بتروح برضو للكتاب والتابلت في نفس الوقت. هي دي ليها مميزات وايجابيات ونفس الشيء برضو العكس. طيب بصوا يا جماعه، يعني الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وزير التعليم وكمان التعليم الفني، قال ان يعني مهم جدا ان احنا نواكب العصر زي ما احنا قلنا كده دلوقتي، ان احنا المفروض يعني استخدام التابلت في المراحل الدراسيه المقبله وبالاخص كمان في المرحله الثانويه. ويمكن كمان عمل فيديو توضيحي ازاي الناس ممكن تستخدم التابلت بتاعها وكمان ممكن يعملوا ايه من خلال طبعا يعني المناهج بقى الدراسيه اللي هي المفروض خلاص بقت موجوده بشكل يعني معمم على التابلت ان شاء الله. وبرضو مهم جدا ان احنا كمان يعني الاهالي برضو يطلعوا على الموضوع، لان اكيد طبعا يعني كل واحد خلاص اخذنا على السيستم بتاعنا القديم من ان هو الكتب، والاهل كمان ممكن يساعدوا ولادهم في موضوع المذاكره. فاهم حاجه برضو ان الاب والام يبقوا هم كمان مطلعين على الموضوع ده. صح. ان هم يشوفوا ايه الجديد وكمان يحاولوا يوصلوا ده لولادهم من خلال طبعا المرحله السنيه اللي هي المفروض موجودين فيها عشان خاطر ربنا يكرمهم ويجيبوا يعني ينجحوا ويجيب كمان الدرجات اللي هم عايزينها ويخشوا التخصص اللي هو عايزينه. لكن برضو خلينا نقول ان كمان الموضوع الفترة اللي جاية هيكون كله عبارة عن التعلم عن بعد. التعلم عن بعد من كل الدول دلوقتي بقى موجود خلاص. الدول المتحضرة ومتقدمة بقت كل الناس ممكن تتعلم في اي وقت، سواء بقى من خلال الانترنت، كل حاجة خلاص بقت موجودة. ويمكن كمان جدنا هنا معانا من خلال برنامجنا اكتر من طالب او اكتر من حد حابب ان هو كمان يكمل دراسته بره مصر من خلال التعلم عن بعد، يعني من خلال بقى جامعات موجوده في اوروبا، موجوده في اي مكان، ان هو حابب يتخصص في جزئيه معينه يدرس فيها. فاحنا برضو مش بعيد عن الصوره، احنا بلد كبيره وبلد كمان الحمد لله بقت يعني ثابته بشكل كبير جدا الحمد لله في المنطقه، وكل العناصر الحمد لله عندنا والناس يعني الكفاءات عندنا موجوده بشكل كبير جدا. فليه لا، تجربه لازم احنا كمان ناخدها وان شاء الله برضو ننجح فيها. انا برضو جاتلي دلوقتي حالا، انا ما فكرتش فيها قبل الحلقه، بس دلوقتي قلت ايه ده، تابلت وتينيجر، انت متخيل ان هو هيبقى متحمس للدراسه اكتر من الكتاب بكتير؟ فهمني. يعني لو هو طالب ثانويه عام الكتاب هيقفله على فكره، بس التابلت مش هيقفله.
فهمت؟ بس انا فاهم المذاكره ولا غير المذاكره؟ انا ما هو هيذاكر بالتابلت، هيبقى عنده الشابترز مثلا بتاعته على التابلت. الكتاب عموما، انا شخصيا زمان اول ما بشوف كتاب بيجي لي اكتئاب. الله، اول ما بشوف كتاب بيجي لي اكتئاب. شاعره والله مكاني مش هنا. تيجي تقعدي هنا؟ التابلتس مكان سقراط يعني قصدك؟ لا لا لا، الكرسي. لا مش عايزه الكرسي بتاعي بعد اذنك. ايه وجهه نظرك يا رحمه؟ عشان يعني ايه الفكره؟ انا عايزه اوصل بس ان دلوقتي الشباب عموما وحتى احنا ككبار بنحب نمسك التابلتس، وحتى بندخل بنشوف بي دي اف مثلا، بنقرا كتب على التليفون او على السمارت فون على التابلتس. فانا اعتقد ان التينيجرز هيبقوا عايزين متقبلين الدراسه اكتر علشان التابلت نفسه. فاهميني اكتر من الكتاب. هم برضو سهل على الناس. طيب انا كنت هقول محور مهم، لكن خلونا ناخد مداخله تليفونيه من سماح. سماح، مساء الخير. مساء النور، ازيكم؟ مساء الخير، ازيك يا سماح؟ سماح، قولي لي ايه رايك في القرار في وزاره التربيه والتعليم، قرار وزاره التربيه والتعليم؟ هل احنا مهيئين دلوقتي ان احنا نقدر ننتقل من مرحلة الكتاب لمرحلة الكتاب الالكتروني، ولا مش متقبلين ده لسه كمجتمع؟ بص، هو انا شايفه الموضوع سلاح ذو حدين، يعني هو ممكن يكون مفيد جدا في فكره ان احنا بننتقل لمرحله التكنولوجيا، وان احنا ندخل التكنولوجيا اللي بقت في كل حاجه في حياتنا في موضوع الدراسه كمان، خصوصا ان اولادنا يعني من وهم اطفال صغيرين الموبايل في ايديهم، التابلت في ايديهم، فده هيبقى فرصه لطيفه ان هم يستخدموا التكنولوجيا كمان في الدراسه. بس زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا ان ممكن يكون في اثار سلبيه من ناحيه اللي هو تضييع الوقت، من ناحيه ان هم مش متعودين. فعلشان كده انا شايفه من وجهه نظري ان الحل للموضوع ده ان يعني هم اتطبقوا هنا على الثانويه العامه، بس انا شايفه لو اتطبق من مراحل صغيره فالجيل يطلع من وهو صغير بيدرس. صح. فهي يبقى ده متعود عليه من هو صغير. بالظبط. لكن عشان افاجئ يعني، كان عندي حد قريبي بيطبقوا عليه النظام ده. الولد بقاله 7-8 سنين بيدرس بالكتاب، وفجأة هوبا امسك تابلت وهتمتحن بيه وهتذاكر بيه. فالموضوع كان بيبقى نقلة مش في وقتها ومش محلها، علشان هم ما تعودوش على ده. لكن لو هو اتطبق فعلا من وهم صغيرين، اعتقد دي هتبقى ألطف بكتير، خصوصا ان هم اصلا بيكبروا متعودين على التكنولوجيا في ايديهم طول الوقت وبيشوفوها، فهو الموضوع هيكون لطيف كده. صح. سماح، انت عندك ولاد؟ عندي بيبي بس لسه ما دخلش مدرسه يعني. طب انت حابه لما يكبر شويه يكون التابلت في ايديه من هو صغير شويه، ولا لما يخش مرحله سنيه اكبر؟ يعني بص، هو هيتوظف يعني، هخليه يشوف حاجات معينه، بس طبعا مش هديله زي في امهات كتير اللي هم عايزين يخلصوا من ذنب البيبي فيديله حاجه يتلهي بيها. طبعا ده غلط، لازم يبقى في استخدام وتوظيف كويس للتكنولوجيا في حياه الاطفال، لان الموضوع بعد كده بيكبر ممكن يقلب معاهم بتوحد، او ان هم يبقوا خلاص بقى هم عايشين حياتهم مع العالم في العالم بتاعهم بتاع الموبايلات. فانا حابه ان هو تكون الدراسه كده، فعشان كده بقول لك لو من صغرهم انا هبقى مؤيده الفكره. صح، انا معاكي برضه يا سماء. لان هو هيطلع هو اوريدي بيستخدم التكنولوجيا في حاجات كتير، لان هو ماسك الموبايل في ايده، فلو كمان بيستخدمها علشان يستغل الوقت في ان هو يدرس ويذاكر فهتكون حاجه مفيده طبعا. طيب سماح، قولي لي انت شخصيا، ان شاء الله ربنا يخلي لك البيبي ويكبر كده ويبقى من وهو صغير بيتعلم الحاجات من التابلت، بس انت ما عندكيش مانع ان انت مثلا تاخدي كورسات اونلاين او تتعلمي حاجه اونلاين؟ لا بصي، هقول لك على حاجه، احنا حتى دلوقتي احنا بنعمل شوبينج اونلاين دلوقتي. بالظبط. هي التكنولوجيا فعلا بقت مسيطره على حياتنا بشكل كبير يعني. اللي هو انت من اصغر حاجه اللي هو الانسان ممكن يقعد في بيته بيشتغل اونلاين، بيدرس اونلاين، بيشتري الحاجات اونلاين، فهي خلاص يعني هو بقى امر واقع عندنا. الحياه بقت اسهل يعني، بس ازاي بقى نستغل ده؟ ف يعني انا ما عنديش مشكله في الموضوع يعني، الموضوع بقى لطيف. شكرا جزيلا. هو يمكن مش ازاي نستغل ده، ازاي نطبق ده. هي المشكله اما تيجي تطبق حاجه جديده
لازم يبقى اولا في معارضين جدا للفكره لانهم هيتعبوا اكتر علشان هيذاكروا اكتر. اصلا لما دخل التابلت المدرسه واقول للمدرس تدرس عن طريق التابلت واقول لولي الامر اتبع ابنك عن طريق التابلت, فانا ببقى مضطر ان انا برفع كفاءه المنظومه كلها. انت عملت كل المرتبط خلل في هو البني ادم بيخاف من اي حاجه جديده, بيحس انه مرتبك ان حاجه هيتعلمها جديد فبالنسبه له مشكله. طب انا دلوقتي متعود اخطط في الكتاب اقول الحته دي وارجع اذاكرها تاني, كل شويه اقعد ابص في التابلت واعمل كده. احنا زمان طبعا كنا بنفرغ على ورق الزبده, معرفش انت ممكن ده ورق ابيض كده بيبقى الزبدة فاضي. ورق الزبده ده انا بدخله الفرن. زمان بقى على ايام, لا مش الفرن, لا انا ورق الزبده مش اللي بتلفي بيه الحواوشي, لا احنا بنقعد نذاكر بيه نذاكر فيه نفرغ ونشخبط كده. فهو التابلت تحدي كبير قدام الوزارة أولهم وقدام الأسرة وقدام المدرسة وقدام المدرس وقدام الطالب. فعلشان نقدر نطبق ده هناخد كام سنة في المشاكل دي صدقوني. يمكن وزارة التربية والتعليم طبقتها السنة من السنة اللي فاتت, بدأت في الامتحانات وكده, بدأت تشوف عيوب استخدام النظام الأول كأنها سنة شبه تجريبية. والناس تقول لك طب درجاتنا, أنت عارفة إحنا أهم حاجة عندنا السيرتيفيكيت وابني طلع الأول أحسن من ابن خالته. طب دلوقتي فرض قلت لك ما فيش امتحانات, أنا أهم حاجة عندي المهارة يمتلكها الطالب, مش مهم عندي إنه يعني أنا بركز على المهارة مش بركز على الدرجة. هو طالما امتلك المهارة ممكن السؤال ما يقس مهارة الطالب. بص يا جماعة بص باختصار, كل الناس لو اتكلمنا بوضوح كده كانت عندها مشاكل في التعليم. كل واحد يقول لك ايه انا خلاص امتحنت وذاكرت 100 100, اساله بعد الامتحان هو كان بيعمل ايه, اقول لك انا مش فاكر اي حاجه خالص. الموضوع اتنسى ليه؟ لان هو كان داخل ان هو عايز يجيب مجموعه وخلاص, ايا كان بقى يعني التخصص كمان اللي هو حبه, علشان خاطر هو مستخسر المجموع بتاعه ان هو يعني يخش كليه اقل شويه في المجموع. طيب المرحله اللي جايه ان شاء الله كل واحد هيخش الحاجه اللي هو حاببها, هيخش الحاجه اللي معتمده على الفكر, انك تطبق الحاجه اللي فيها مهارات زي ما انت قلت يا عمرو ورحمه كمان, انك تساعد الطالب ان هو يخش الحاجه اللي ينجح فيها ويكبر فيها زي بعض الدول طبعا المتحضره في التعليم وكمان المتقدمه جدا. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا معانا تليفون طبعا عشان ما اطولش. معانا ساره على التليفون, هرجع لك تاني يا فاروق. يا ساره الو, ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. قولي لي في الاول خالص كده ايه رايك في هذا القرار, وهل عندك اولاد ولا لا, وشايفاه في صالحهم ولا لا؟ ثلاث اسئله في سؤال. ثلاث اسئله عقليه جدا. انا عندي ولد في ثانوي وعندي بنت ثالثه اعدادي. الحقيقه من ساعه ما خلاص قرروا رسميا ان هم هيطبقوا قرار من العام الدراسي الجاي ده اللي هو هيبتدي اخر السنين دي, فانا ما اقدرش انكر ان انا قلقانه. انا معايا ولا لا, انا بصراحه مش قادره اكون راي, ده جو رأي 100%. هل ده هيكون نسب دولتنا ولا لا؟ بس أنا ممكن أقول شوية تخوفات وبرضه محتاجين يكون في رد أو توضيح عليها. يعني أنا أحيانا هم طول عمرهم متعودين إن هم يذاكروا بطريقة معينة, بطريقة الورقة والقلم, بطريقة الكتاب وكتاب المراجعة. فهل ده هيكون متوفر كله أونلاين؟ طيب هل مثلا التابلت ده لو هنج أو عمل حاجة هل أنا هقدر أتصرف؟ انا شخصيا بتعامل مع التكنولوجيا بس علاقتي بيها مش اقوى حاجه بصراحه. فهل هعرف بقى ان انا اقدر اتابعهم؟ احنا مش عارفين يا جماعه الامهات المصريات لازم يتابعوا الولاد في كل خطوه وكل حرف وكل كلمه بتتكتب, فانا مش عارفه هقدر اعمل ده ازاي مع التابلت. يعني اعتقد ان احنا ممكن مع تغيير المناهج ممكن تبقى فكره التابلت عمليه, بس فينا هو لسه هنشوف. طب انت يا ساره برضه هتتابعي ساره انت هتتابع برضو على التابلت المناهج وهتشوفي الموضوع ماشي ازاي علشان خاطر يعني تتناولي الموضوع بقى يعني بشكل اكبر وبعد كده تنقليه بقى لاولادك؟ انا ممكن اعمل كده طبعا, وبرضو انا ولادي مبسوطين جدا بالموضوع ان كل حاجه تبقى اونلاين. انا شفتوا عارفين دلوقتي الجيل الجديد ما فيش حاجه بالظبط. انا كنت بقول لهم يا ساره ان بحس ان هم الاطفال او المراهقين يعني هيبقى عندهم استعداد اكتر ان هم يذاكروا علشان موضوع التابلت. لا ما اعتقدش, اعتقد ان الاستعداد للمذاكره ما فيش علاقه ان هو تابلت او كتاب, هي بتفرق من طالب لطالب. هي بس هي الفكره ان هي وسيله, هم الكيس بيعرف يمسك التابلت وبيعرف يعمل كل حاجه اونلاين وبيعرف يبيع ويشتري ويتابع ويكتب مقالات, بس هل طريقه المذاكره نفسها اللي احنا متعودين ان احنا نكتب ان احنا نطلع اسهم ان احنا نعمل ده هيعرف يعمله مع التابلت ولا لا؟ ده بقى اعتقد ان احنا التجربه نفسها هي اللي هتبينه. بس انا برضو اقدر اقول ان انا مثلا ولادي متحمسين جدا لحاجه زي كده, متحمسين جدا, خاصه المدرسه تقيله قوي, الكتب تقيله, وزن بالظبط. دي نقطه مهمه كنت عايزه اقولها. يا خساره كنت عايزه اتكلم عليه باستفاضه. سبقتك. ايوه صحيح, بس موضوع صحيح المدرسه ده موضوع مهم.
لان كمان هم كل ما بيكبروا يعني مثلا حاجه زي اولى ثانوي المواد بتاعتها كتير جدا، فبيضطروا ان هم يمشوا بشنط شنطه تقيله جدا فيها حاجات كتير. مشكله بتبقى. فانت تقدر دلوقتي بمجرد تابلت ان انت توفر مناهج كامله على جهاز حجمه خفيف. فاعتقد ان دي برضه فكره عمليه، ودي حاجه بسط الولاد يعني بسط الولاد وبسط اصحابهم جدا هم يعني احنا ممكن بعد كده ما نروحش بشنطه او نروح بشنطه خفيفه فيها يا دوبك حاجات مراجعه. فيعني اعتقد ان اللي تحسوا بقى اخر السنين دي، بس اتمنى ان هي تكون فكره كويسه بالنسبه للولاد يعني. طب ساره انا ممكن اسالك سؤال قبل ما تقفلي معانا يعني؟ شايفه انه ربنا يخليك والله قلت اسم افتكرتين الله يكرمك يا هي ما سلمتش عليا في الاول مش عارفه ماشي يا صاد صديقه البرنامج طبعا لا شايفه انه التابلت هيتحدى الدروس الخصوصيه في الفتره الجايه؟ خدي بالك ملف الدروس الخصوصيه من الملفات الصعبه جدا في الوزاره، واللي الوزارة بتحاول بقى تتغلب عليها باكتر من طريقه. شايفه التابلت بعد 5-6 سنين هو هيبقى مفتاح للقضاء على الدروس الخصوصيه ولا لا؟ مجرد سؤال. لا ما اعتقدش خالص ان التابلت ممكن يجي على الدروس الخصوصيه، لان الدروس الخصوصيه مش مرتبطه خالص بالوسيله اللي هو بيذاكروا بيها، يعني مش مرتبطه اذا كان هو تابلت او كتاب مدرسي. هي مرتبطه بكفاءه الشرح بشكل اكبر، بمثلا العدد الكبير في الفصول، فهي الحاجات دي لو تم العمل عليها بشكل مناسب اعتقد الدروس الخصوصيه ممكن تقل شويه. انما ما اعتقدش ان التابلت هيتحدى الدروس، لان ليه يتحدي يعني قصدي ليه يتحديها؟ هو نفس اللي موجود على الكتاب هو الموجود في التابلت، غير بقى غير لو في مثلا افكار مختلفه، غير مثلا لو في فيديوهات لمدرسين على التابلت يقدروا يشرحوا لي كل دروس ثانويه عامه بشكل مبسط، فساعتها انا ممكن فعلا ما احتاجش ده لو الفكره دي اتنفذت. شفتي بقى؟ بس غير كده انا مش يعني مش عارفه هيقدر يتحدى دروسه ولا لا، بس لغايه دلوقتي اعتقد لا. كله هيحصل يا ساره ان شاء الله، نورتينا جدا. بصوا يا جماعه هي فكره، والفكره اتطبقت الحمد لله، ولازم كلنا ندعمها، لان هي دي لغه العصر من الاخر كده. بنتكلم على التكنولوجي اللي موجوده في حياتنا في كل حاجه، في التعليم، في العربيات، كل شيء هتلاقي فيه تكنولوجيا، وده طبيعي جدا. لو بنتكلم ان في بعض التعديلات الجديده اللي احنا ممكن نبتدي بقى نحطها، ده وارد جدا، لان احنا كل حاجه قابله للتغير. يعني احنا عادي جدا احنا شيء بنغير فيه وبنحاول ان احنا نطوره، كل حاجه هتفيد الموضوع ده عادي، ما فيش مشكله هتضاف ليها في يوم من الايام. هي فكره وان شاء الله تطبق وتنجح باذن الله، وربنا يوفق كل الطلاب يا رب. يا رب. ومهما حصل سواء رفضنا الفكره او ما رفضناهاش، فعلا التكنولوجيا بتجبرنا ان احنا نستخدمها. وبالمناسبه بنك المعرفه بقى فيه الكتب وبقى فيه ما يدور حول الكتب، ويمكن سياده الوزير طلع وقال ان احنا استعنا بخبراء اجانب ان هم يعضدوا ويقووا بنك المعرفه ويكملوه، وقال ان بنك المعرفه دلوقتي بقى كامل. وشويه شويه فكره المدرسين المبدعين زي ما انت قلت يا ساره، اللي هم ممكن يعملوا فيديوهات يشرحوا بطرق مختلفه، لو الوزاره قدرت تضمنهم هيبقوا احسن من اللي جايين من بره. يعني اللي جايين من بره ده سكه هيعلى. السكه الثانيه الفهم المصري، محدش فهمه اكتر من المدرس المصري اللي موجود في المنطقه. على كل المستقبل هو اللي بيفرض أدواته، وإحنا خوفنا اتضايقنا زعلنا سنة ورا التانية ورا التالتة بيبقى واقع، وما بنقدرش نتخيل حياتنا من قبله شكلها عامل إزاي. إحنا دلوقتي هنخرج فاصل ونرجع بقى مع الصوت الملائكي، الصوت الوطن. خلينا بتول بني بني. أنا عايزك تقولي بني بسوري. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. أنا مبسوطة جدا 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 علشان النهاردة معانا المطربة، أنتوا أكيد عرفتوها وتابعتوها في موسم من مواسم The Voice اللي عدوا، طبعا خطفت قلوب الناس كلها، الناس لقبتها أصلا بالسلطانة. هي سورية بس جات مصر علشان تنطلق من بلد أو من هوليود الشرق، وطبعا هنا إن شاء الله هتاخد مكانها وبزيادة شوية علشان صوتها ساحر. بنرحب مع بعض بتول بني بالسوري واعضاء الفرقه المحترمين اللي موجودين معايا، وعايزه اسقف لك تاني على الاغنيه. بنرحب بك يا بتول، اخبارك ايه؟ بتول بني بالشامي وبتول بني بالمصري، مظبوط كده؟ بنرحب بك معانا بتول بجد والله، ومن الاصوات الجميله جدا وكمان مميزه قوي. بتول يعني عرفينا بنفسك اكتر، يعني بدات امتى كده مشوار الغنى بتاعك؟ من كام سنه؟ وكمان المشوار بدأ في سوريا بس ولا في دولة تانية؟ لا طبعا بسوريا. من كان عمري 5 سنين يعني ربيت ونشأت بمجتمع فني، طبعا عيلتي كلها كانت فنية، مامتي
وبابا ورثتي الصوت الحلو من ماما وبابا، حتى جدي واخوالي يعني كل اهلي الحمد لله كانوا اصوات حلوه. فطبعا والدتي كانت تحيي حفلات نسائيه بسوريا. ولما كبرت انا كنت مع والدتي، وبعد بال 2000 تقريبا و11 صار المواضيع عنا بسوريا، الأزمة السورية، وقررت أطلع على مصر أم الدنيا أم الدنيا، وجيت أبدأ مشواري الفني إن شاء الله من مصر، ويا رب أنه يكون الجمهور معي بقلبه مثل ما أنا بحبه من قلبي. أنت صوت مميز وما شاء الله صوتك ألماز وفلكسبل وبيتلون مع أي لون تقريبا، يعني أنت طابع سوري بحت أعتقد، فألوان تانية هتنوري أكتر. الحمد لله. لا يعني أكيد. يعني بتقن أنا ألوان مثلا عندك طبعا المصري ده مؤكد منه طبعا، يعني حتى أنا هلا بألبومي أنا هلا عملت ألبوم يعني نزلت فيه 3 أغاني مصرية. أوكي. وطبعا عنا اللهجة العراقية طبعا، وعنا اللهجة الخليجية طبعا، وحتى الليبية في بعض الأغاني أنا قدرت كمان أحفظهم يعني. فالحمد لله يعني طبعا اللبناني ده مفروغ من أمره، لأني أنا قدمت هلأ فيديو كليب اسمك بيشرفني، هي لبناني، أغنية لبنانية. أوكي. فالحمد لله أنه منتقن يعني 5 لهجات باللغة العربية ما شاء الله الجمال ده. طيب بتقول كلمينا كده عن دور الأهل معاكي، يعني ما شاء الله العيلة كلها عندكم عيلة غنائية وصوتهم حلوة جدا، شجعوك إزاي وإنت يعني بتغني وإنت صغيرة كده؟ كان الموضوع بدأ إزاي؟ هلا هو الموضوع اجى صدفة. يعني كان عمري مثلا انا 3-4 سنين بقيت اغني يعني بالبيت مع اخويا، هو اخويا انا كان هو اللي اكتشفني يعني، فبدي هو يحفظني. اخوك بيغني برضو؟ ان شاء الله. ما العيلة كلها يعني هلا عندي انا عندي اخ من اخواتي بيعطي شبه صوته لصباح فخري. لا انا عايزه اقول لك ان انا صوتي حلو، اخويا ما تسمعيهوش خالص، لازم تقفلي ودانك عشان كده انا استغرب ما شاء الله يعني حاجه حلوه. بس يعني هو اللي بدي معي ويعلمني، كان اول اغنيه علمني اياها بتقول مسافرين تاركين الدار يا ناس عتبي، في اغنيه للست لسه فاكر لسيد مكاوي ليله امبارح ما جانيش نوم، يعني كان عمري 5 سنين انا حافظه الاغاني دول يعني. اوكي. فطبعا مع مامتي لما اروح معها الحفلات بقيت احفظ اكثر. ولما كبرت يعني صرت انا اتعمق. طيب يعني. تمام. انت صوت محترف جدا جدا جدا، اي حد موسيقي او حتى اعضاء الفرقه محترمين ومبسوطه بيكوا جدا. انا بعدين هقول لهم مبسوطه بيكوا ازاي ليه والسبب كمان. طبعا. ما درستيش، ما روحتيش تخصصتي، انا قلت لازم اروح ادرس مزيكا بقى ومقامات وكده، ولا بالسمع بس مع ماما فعرفتي بقى الدنيا ماشيه ازاي؟ اول شيء انا بديت سماعي وحفظت الاورج سماعي، انا بعزف كمان اورج سماعي. فلما بديت يعني بدي احفظ مثلا انه اختص بالنوطه او بال، خدت 3 دروس فقط. اوكي. لكن ما قدرت اكمل يعني، كان شوي جو العيله عنا في صعب يعني. بس انا يعني لحالي احترفت بالعزف والغناء مع بعض. يعني بتقول دلوقتي وصلت مسج حلوه جدا لاي حد موهوب، انت مش بالضروره تروح بجد والله تروح تدرس، لو انت موهوب بجد وموهبتك حقيقيه بالسمع وان انت هتفضل تغني لوحدك ممكن تبقى اجمد مطرب على وجه الارض اكتر من ناس اكاديميين متربيين. أكيد. في الكونسرفاتوار يعني اعتقد. يا سيدي الموهبه الواحده بتتكلم يا جماعه. طب ما تيجي نسمع حاجه كده ونتبسط معاكي، يلا بينا. الله 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 الله، بعد السقفه بتول. بعد السقفة. لا ثانيه واحده معلش، هي الاغنيه دي بتقطع قلب اي حد بعيد عن اهله صح؟ طبعا انا بعيد عن اهلي وعن كل يعني اولا امي. فما بدي احكي كتير يعني. ربنا ان شاء الله ترجع سوريا زي الاول واحسن يا رب، ويسلم احساسك حبيبتي بجد والله العظيم. انا مش هقول حاجه تانية خلاص. لا انا مش قادره اتكلم برضو. ابعد عني. بصي من ناحيه الاحساس طبعا انت بتقولي كل حاجه معبره جدا في كلماتك ما شاء الله. الله ينور بجد. طيب بتقول امتى فكرتي انك تقدمي في برامج اكتشاف المواهب المسابقات يعني؟ انا اول ما طلعت مصر حبيت اقدم، بس اجتني وعكة صحية يعني ما قدرت اشفى منها تقريبا ل 2015 2016.
يعني كنت عايزه تقدمي من زمان. اوكي. من قبل بس ما قدرت، يعني جتني الوعكه الصحيه شوي طولت معي. فبعد بال 2017 قدمت. طبعا انا ما بعرف كيف اقدم حتى، يعني بقولوا عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق النت وكذا، يعني ايميل وكذا، بس انا ما بعرف. اللي ساعدني بهالموضوع هو اسامه زوجي. فقدم لي جنبك نحييه والنبي. انا يعني وراء برضو كل امراه عظيمه اكيد رب. طبعا الحمد لله. وابتدينا الطريق، يعني هو قدم لي على ذا فويس. وعملت طبعا اول مرحله اللي هي مرحله الصوت وبس. ومشينا يعني الباقي كله بتعرفوا. كنت متوقع النجاح؟ الحمد لله. شوفي يعني انا الطريق اللي كنت يعني اخذته، يعني في صوت الحمد لله، يعني بقول انه في صوت، في موهبه. فطبعا هو قبول الناس يعني هذا. لا بس يعني في ايه سلطانه؟ ايه موضوع السلطانه؟ احكي لنا كده. موضوع السلطانه باغنيه علي جرى. اوكي. طبعا الطبقه لما اخذنا التون كان من على نهاوند الدو. اوكي. فكان معي شاب انا. ونهاوند الدو على الست عالي كتير. تمام. لما انا بديت قلت علي جرى، بعد ما وقفنا قالت لي لسه انا حسيت قلبي بيقف انه انت هتكملي ولا لا. فبعد لما قلت الليالي يا ليلي هون شهدت بقى احلام ست احلام انه انت فعلا سلطانه. فكانت قولي لي عملتي ايه؟ صوت مستعار ولا كملتي صوت كامل؟ ازاي صوت مستعار؟ لا مش عارفه، انا مش عارف بسالك. لا لا لا. صوت كامل. صوت ما شاء الله. كامل. الحمد لله. يعني الحمد لله يعني الشيء اللي انت كسبتيه انه بخلال مثلا دقيقتين ونص لازم توصلي صوت مع طرب للي عم يسمعك وبيشاهدك. اوكي. فهي يعني هي شوي يعني صعبه، لكن مش صعبه على المطرب. تمام. فالحمد لله انا قدرت يعني اوصل ولسه هتوصلي اكتر. يا رب ان شاء الله. يا رب. طيب شايفه ايه مكسبك من البرنامج؟ طبعا المكسب من البرنامج يعني كسبت شهرة، يعني الشهرة هي نسبة متابعة ملايين. لأني إجمالا برنامج The Voice برنامج ضخم ويتابع من العالم، مش بس من الوطن العربي. فنسبة المشاهد اللي بتاخدها بهالكم لازم بعد ما تطلع، لأني أكيد مش هنقدر نكمل، يعني أنا عرفت نفسي أنه ما هقدر أكمل، بس هون الصفة انه الانسان يتشاطر يعني على نفسه انه انا لازم اكمل اثبت وجودي انه انا فنانة، انه انا مطربة. وقدرت الحمد لله انه هلا يعني ابدا الطريق واطلع. بس بتقول يعني يمكن برامج اكتشاف المواهب سلاح ذو حدين، يعني ممكن تكون شهرة وبداية نجومية لاي حد بيبدا حياته الفنية، وممكن لا قدر الله تكون يعني وقع لا قدر الله، يعني او أنا مش بدايه يعني محببه. يعني بقول لك البرامج الموهبه بهالوقت ما عادوا يستفيدوا. ليه؟ في سبب. نحن بالوطن العربي مشاكل، يعني حروب وكذا، فما عاد يعني انه الناس واعيه يعني بقيان كم بلد الحمد لله الله يحميهم ويا رب انه يرجعوا. كمان في مشاكل انتاجيه في المطبخ، حاجات كتير جدا طبعا يعني الناس ما عندهاش، ما عاد في القوه مثل قبل. يعني كان شيء وهلا نحن بوضع شيء ثاني. يعني فالانسان بقى صفى هو يتشاطر، يعني لازم انه هو في ناس بتتخض من الشهره مره واحده، بتخض من نسب المشاهده عاليه جدا بتحصل لهم من خلال البرنامج، فبيحصل لهم ممكن صدمه الى حد ما، منهم اللي بيكمل وبيشق طريقه زي حياتك كده وما شاء الله في بدايه الصعود، وانت يعني بيكون ما توفر لهم فرصه. بيكون ما توفر لهم فرصه، يعني انا الحمد لله انه سعيت لفرصه الحمد لله لقيتها. بس في ناس ما بيلاقوا الفرصه. صح. يعني ما انا بقول لك يعني انه في ناس حسب وضعهم، يعني انا في كان معي من اصدقائي يعني بالبرنامج مشتركين ما قدروا يطلعوا. انا واثقه بالمية مليون حابين يطلعوا يعني عم يبحثوا على فرص كتير، بس ما عم يتحلن الفرص. يعني عندك حق. طبعا احنا لسه مكملين مع المطربه الواعده النجمه بتول بني، بس هنروح نشوف الكليب بتاعها ونرجع تاني، خليكم معانا.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يمكن انتم مستغربين فاروق خس وبقى صغير ليه. الحقيقه انا كنت قاعد في الكنترول وما قدرتش. في اصوات حلوه يا رحمه بجد. بس انت صوتك يا بتول وطن جريت جري على الاستوديو. كان عايزين نقول بجد. معلش انا اسفه انا ما قدمتكش. كنت اتمنى ان فاروق يكمل معايا بصراحه. ما توقعتش ان انت مش هتقدر تستحمل. مش قادر. طبعا اهلا بيك. اهلا بيك واستمتع معانا بصوت بتول. بجد احنا ممكن يعني انا عايز اسالك سؤال مختلف شويه. اتفضل. ايه اغرب تعليق جالك على صوتك؟ اغرب تعليق جاني على صوتي. مذيع الشاطر بقى يسال اسئله غير متوقعه عميقه شويه. يعني بصراحة ما شفت تعليق الحمد لله. يعني الحمد لله. ممكن يكون إيجابي على فكرة مش لازم. يعني إيجابي ها ممكن إيه يعني ركوزي. هلا مثلا ما قالت لي مثلا الفنانة أحلام إنه الحمد لله إنه بركز على التون صح. يعني إنه بتقلي ركوزك على التون فظيع. يعني بنهاية الجملة يعني مش بس ببدايتها. فهي كانت جملة منها. وفي كمان في الحنية الاحساس. حنية في صوتي الحمد لله. يعني انا ما بحب امدح بحالي يعني عيب يعني جد. بس جد هذا اللي شفته يعني. بس يعني طيب بتقول عايز ارجع تاني لذا فويس. من وجهة نظرك كده ايه اللي يعني ليه ما وصلتيش للمرحلة النهائية رغم ان انت صوت قوي وصوت رائع بكل المقاييس وده بشهادة الجوري أو لجنة التحكيم وبشهادة الجمهور برضو وبشهادة حتى الأساتذة الموسيقيين. يعني ليه ما وصلتش المرحلة الأخيرة؟ ما بعرف يعني ما عندي جواب جاوبك يا بس ما بعرف. لا تعرفي يعني ممكن قالوا مثلا تعرفي والله. لا حسن انت بتعرفي وبتقولي لي انا ما بعرفش جد. يعني ممكن مثلا يكون ما في تصويت مثلا. يعني احنا انا المرحله اللي طلعت فيها نسبه التصويت انه قال ما في تصويت هيك حكى البرنامج. فانا ما فيني اقول شيء ثاني يعني. انا سمعت حضرتك جد انا داخل الاستوديو عشان حضرتك. انا قلت كده عايز اسمع حاجه طبعا اكيد من عيوني. راح اسمعك اغنيه لورده تقول العيون السود. كل التعبانه اساسا انا ببقى ضعيف قدام الاصوات على فكره. يعني صوتي تعبان يعني. صوتك تعبان وكده خشب استني اهو مسكت والله العظيم مسكت الخشب يا جماعه عشان الله اكبر صوتها يعني ما فيهوش غلطه ما شاء الله وتقولي صوتي تعبان. الحمد لله. طيب انت في رصيدك هعمل زي عمرو كده واسالك اسئله صحفيه. اتفضلي. في رصيدك كم اغنيه لحد دلوقتي وعملتيهم فين في سوريا ولا هنا في مصر؟ تقريبا هلا الالبوم جمعنا تقريبا بيطلعوا 9 اغاني. طب حلو. انطرحت هلا في السوق اغنيه فيديو كليب اسمك بيشرفني. اوكي اللي كنا بنشوفها. تماما. باقي الاغاني يعني ان شاء الله اقل من شهر بينزل الالبوم كله. اوكي يعني في جديد. طبعا ما في قلت لك في 3 اغاني. في اغنيه في الشده الناس بتبان. ما أغنية مصرية. في أغنية قلبي الملهوف جاي لك مكسوف. الله. في أغنية يا واد يا جن. يا واد يا جن. حن حن يا واد يا جن. لايق عليا جدا. ايه في بقى الأغاني السورية. في أغنية يا ست ستات اللي كانت بداية الحلقة. حلوة قوي ست ستات. وفي أغنية بتقول البنت العربية هي الله واسم الله عليك يا صبية تزبط زفة العرايس. احنا من ضمن الالبوم احنا ممكن نسمع منها شويه ولا لا؟ ممكن شويه. ممكن بجد. طيب تبقى انت السبب اللي قمت رقصت. انت حر. الله عليكي. يا عيني يا عيني. انا حاسه ان انت حابه فكره ان انت تغني عن البنت العربيه. مش شرط تبقى شاميه حلبيه سوريه طبعاً. تونسيه طبعاً. مصريه ايا كان. ليه بقى فيمينست انت اولا انا من نصيرة مرأة يعني في حياتك لا لا مش قصة نصيرة مرأة أو رجل يعني بس أنا شغلي لما كنت يعني قبل أفراح يعني الحفلات الزفاف. أوكي في سوريا؟ بسوريا ومصر. أوكي تمام. فزفة العرايس يعني عندي يعني أنا انشهرت بسوريا بزفة العرايس. عندي يعني ما شاء الله نخبة من الأغاني يعني كتير. أوكي. عاملة مجموعة بس لزفة العرايس يعني. وهلا انا طبعا بالالبوم اصريت انه يكون في اغنيه زفة عرائس واغنيه سلو اللي هي اسمك بشرفني.
يعني افتتاحية ألبومي اسمك بيشرفني يعني. حلوة اسمك بيشرفني. تقوليها لأسامة أكيد. طبعا. وعايزة أقول لكم إن الناس دي شاطرة جدا جدا عشان أبهروني في الكواليس وعزفوا الإيقاع التونسي. أنا عايزة أقول لكم الإيقاع التونسي من أصعب الإيقاعات فأبهروني. أنا انبهرت بيهم جدا. وطبعا بنرحب أسامة قوي قوي. شكرا. الزوج بتول طبعا المطرب. تفضل يا عم. والله أنتوا كنتوا مخبيين عليا. طيب أنا هاخد أسئلتي معلش هي صعبة شوي. إحنا تعودنا على بتول بشكل خارجي معين. جينا في المؤتمر الصحفي الشكل ده اتغير. هل انت كنت مؤمنة؟ يعني انت اللي هتفسري انا مش هفسر السؤال. انت فاهمة طبعا صح انا بتكلم عن ايه. هل انت شايفة انه ده كان عائق في عالم الغنى ولا ليه التغيير؟ مش قصة انه بس عائق. انا شغلي كان حفلات نساء. لكن لما دخلت على عالم الشهرة الحفلات الكبيرة ما راح تزبط. فصفى احتراما للحجاب. انا مش عارف لها حراما للحجاب دي اللي هو يعني طبعا احنا مش عايزين والله نختم معاكي ابدا. ربنا يحرمك بجد والله. طب قولي لي كده سريعا ايه مخططاتك في المستقبل غير الثلاث اغاني اللي هينزلوا يكملوا الالبوم؟ طبعا في مجموعه من الاغاني كتير يعني. هلا اول يعني اغنيه راح تكون ان شاء الله بنصر سوريا باذن الله يعني. ان شاء الله اغنيه لسوريا ان شاء الله نحتفل يعني كلنا مع بعض اللي نرجع تاني نحتفل. وطبعا في منرتب كمان غنية خليجية. حلو. يعني في كتير أغاني يعني. حلو جدا جدا. ضمن ربنا يوفقك المطبخ زي ما بقولوا. بالظبط. ربنا يوفقك ونورتينا جدا جدا حبيبتي. ويا رب نشوفك تاني هنا في استوديو إنبوكس. ويا رب يبقى وشنا خير عليكي زي ما كنا وش خير على مطربين وناس كتير جدا كانوا موجودين معانا في الاستوديو. انا عايز اشكر الفرقه الموسيقيه شرفتونا ونورتونا جدا جدا. وكمان ابكاني ابكاني اللي بيعيط جنبي ده. عايزين نسمع منك بقى اخر حاجه. وعايزين نقول لسادة مشاهدين احنا هنخلص الحلقة ونختمها بصوت بتول بني عشان ما فيش احلى من كده. احلى من كده بصراحة. صح. Thank you.